حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيدة فاطمة المناعي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية في وزارة الإسكان. نرحب بك في نشرة الأخبار. في البداية، ما هي أبرز أهداف هذا المعرض طبعا، وأهم المكتسبات المتوقعة في ظل يعني تجربة سابقة للمعرض التمويلي العام الماضي؟ بداية أمسي عليكم بالخير وشكرا لكم هذه الاستضافة. سعيدين اليوم بإطلاق معرض التمويلات الإسكانية في نسخته الثانية، واللي جاء تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بإقامة الفعاليات والمعارض اللي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية. الهدف من إقامة هذا النوع من المعارض هو توفير محطة واحدة متكاملة تمكن المواطنين من الاستعلام عن استحقاقهم للخدمات التمويلية حساب مبلغ التمويل، وفي نفس الوقت الاطلاع على العقارات المتاحة في السوق العقاري سواء بيوت أو شقق أو أراضي بما يتناسب مع رغباتهم واحتياجاتهم. وكذلك يتيح لهم الفرصة للمقارنة بين الأسعار الموجودة في السوق من خلال العروض الحصرية المتاحة في المعرض سواء من المطورين العقاريين أو من البنوك الممولة المتعاونة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. ونأمل من خلال هذا المعرض اللي بيستمر بإذن الله على مدار 10 أيام على تشجيع المواطنين وأصحاب الطلبات الإسكانية للاستفادة من الخدمات المتوفرة واللي تتسم بالفورية والتنوع. نعم أستاذة فاطمة، يعني هذا المعرض ربما يكون منصة يعني من خلاله يطلع المواطنون والراغبون في يعني شراء الوحدات الإسكانية. ما هي أبرز ما يتضمنه هذا المعرض هذا العام؟ يعني ما هو الجديد من خلاله؟ نعم، ولله الحمد تواجدوا معنا اليوم في المعرض 19 شركة عقارية وثمان بنوك تجارية ممولة متعاونة مع الوزارة. نعم. تم من خلال المعرض مضاعفة المعروض من العقارات السكنية، وصلت لأكثر من 10,000 عقار متنوع ما بين وحدات وقسائم وشقق سكنية في مختلف مناطق ومحافظات البحرين وبأسعار تتلائم مع قيمة التمويلات. كذلك تضمن المعرض طرح وحدات مشروع سهيل بضاحية اللوزي بعدد 132 وحدة سكنية، وهو المشروع الأول لنفذ الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وبيكون بإمكان المواطنين الراغبين في الاستفادة من التمويلات الإسكانية حجز وحدات المشروع بشكل مباشر من خلال المعرض وبأسعار ما تتجاوز 99,000 دينار بحريني. بالإضافة إلى ذلك بنكون متواجدين في المعرض عدد من موظفين الوزارة ومن بنك الإسكان لاستقبال الاستفسارات والملاحظات والمباشرة أي طلبات أو خدمات يتقدم بها المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التمويلية المطروحة. نعم، إذن سعادة الأستاذة فاطمة المناعي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان، شكرا جزيلا لك.